الملتقى الذي أشرف على افتتاحه السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حضره وزراء كل من الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل والاتصال، علاوة عن قادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني. الندوة ينشطها أساتذة جامعيون وأخصائيون جزائريون مدنيون وعسكريون بغرض تسليط الضوء على أهم جوانب هذا الموضوع الهام. في البداية ألقى السيد الفريق سعيد شنقريحة كلمة أكد فيها أن حروب الجيل الجديد هي حروب لها أسلوبها الخاص، فهي تستهدف المجتمعات وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجماعي. إن حروب الجيل الجديد، أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة، هي حروب لها أسلوبها الخاص، فهي تستهدف المجتمعات وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجماعي بغرض التلاعب بالرأي العام للمواطن الدولة المستهدفة وتوجيه سلوكياتهم ونمط تفكيرهم دون أن تعلن عن نفسها ودون أن يكون لها عنوان واضح أو تأثير مكشوف. غاياتها إجهاد النظام القائم وتفكيك الدولة من الداخل بإتباع خطوات طويلة الأمد وباستعمال أدوات ووسائل مختلفة معلوماتية اقتصادية اجتماعية وعسكرية، كما ساهمت إفرازات العولمة في توسيع أشكال وأساليب تجسيدها بهدف تضليل والتغليط مختلف فئات المجتمع وتزوير الحقائق والضغط على الحكومات. على ضوء ما سبق، فإن من أهم الأهداف المسطرة لهذا الملتقى هو إبراز الدور المتنامي لتضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات الدولة ومجتمع مدني ومواطنين في تعزيز مقومات الدفاع الوطني والقدرة على التصدي للمخاطر التي تعددت وتوسعت أبعادها لتشمل كافة مجالات النشاط في الدولة والمجتمع. السيد الفريق أشار إلى أن التداعيات المحتملة على أمن واستقرار بلادنا جراء تدهور الأوضاع الأمنية في محيطنا الإقليمي والمحاولات الخبيثة والمتكررة لضرب الانسجام الاجتماعي تفرض على الجميع تعزيز أواصر الوحدة الوطنية. إن التداعيات المحتملة على أمن واستقرار بلادنا جراء تدهور الأوضاع الأمنية في محيطنا الإقليمي، بالإضافة إلى المحاولات الخبيثة والمتكررة للضرب الانسجام الاجتماعي، تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية وتمتين تلاحمنا ورص جبهتنا الداخلية كضرورة قصوى لمواجهة كافة التهديدات من جهة، ومن جهة أخرى العمل على كسب مختلف الرهانات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي بشرتها الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من أجل تحقيق الرفاهية والازدهار وتحسين ظروف العيش الكريم لمواطنات ومواطني شعبنا الأبي. السيد الفريق ذكر بأن الدفاع الوطني واجب مقدس ومسؤولية جماعية يجب تحملها أفرادا وجماعات ومؤسسات من خلال جعل المصالح العليا للوطن أهم الغايات.
نعم، لقد سمح النضج والوعي السياسي الذي يتسم به الشعب الجزائري بمواجهة مثل هذه المخططات الخبيثة وإفشالها في الماضي القريب، إلا أن ذلك لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يشكل غاية في حد ذاته، بل يتعين أن يظل وسيلة يعتمد عليها في التعزيز المتواصل لليقظة والحس الوطني والإدراك بما يدور ويخطط ضد بلادنا، والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر بأن الدفاع الوطني واجب مقدس ومسؤولية جماعية يجب تحملها أفراداً وجماعات ومؤسسات من خلال جعل المصالح العليا للوطن أهم الغايات، وتعزيز جدار الصد ضد كل المحاولات المغرضة التي تحاول عبثاً استهداف وحدتنا الوطنية وسيادتنا واستقرارنا. فعلينا جميعاً مواصلة التفاني في العمل والإخلاص للوطن ولعهد الشهداء الأبرار، كافة الشهداء، لتظل الجزائر على الدوام آمنة مستقرة قوية وشامخة. عقب ذلك أعلن السيد الفريق عن الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الملتقى، لتتواصل فعاليات هذا الحدث العلمي بإلقاء محاضرات قيمة من قبل أساتذة جامعيين ومختصين تمحورت حول 3 محاور رئيسية، وهي دراسة إبستيمولوجية لحروب الجيل الجديد، القوة الناعمة في حروب الجيل الجديد، الإعلام والحرب النفسية وحرب المعلومات، وأخيراً استراتيجيات مواجهة حروب الجيل الجديد وخصوصيات الدولة الجزائرية، وذلك بهدف تسليط الضوء على مختلف جوانب وأساليب هذه الحروب التي صارت منذ مطلع الألفية الجديدة تشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العديد من دول العالم.